أنا إنسانة مريضة في غيط في النفس، وقد أجهزت 2 من الأطفال حسب أوامر الطبيب، لأنه نصحني معللا ذلك بأن الأطفال لا يخرجون إلا في عملية بحكم الأدوية وقوتها على الجنين، وبموافقة زوجي أجهزته 2. هل هذا حرام أو يجب فيه كفارة؟ أفيدونا مأجورين. أولا، إجهاض الحمل لا يجوز. إذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل وأن تضايقه بأي شيء، لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق، فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه، ولا يعتمد في هذا على قول طبيب، لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل. وأما كونها لا تلد إلا بعملية، فالأمر في هذا بسيط، عملية ليست أمرا خطيرا، كثير من النساء لا تلد إلا بعملية، فهذا ليس عذرا لإسقاط الحمل، هذا لو صح قول الطبيب، مع أن قول الطبيب محل الريبة والتهمة، وهو بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه في إسقاط الحمل، هذه أمور خطيرة يجب الاحتياط لها، ولا يجوز للمرأة أن تتلاعب الحمل، تحمل وتجهض وتأخذ بأقوال الناس المتساهلين والمتلاعبين. وأما ثانيا وهو ما سألت عن الكفارة، إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك، فإنها تعتبر قد قتلت نفسا، فعليها الكفارة وهو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله. وكذلك إذا مضت له 4 أشهر، إذا كان عمر الحمل 4 أشهر، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا. فالأمر عظيم، لا يجوز التساهل في مثل هذا. وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية، فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما منع الحمل قبل وجوده، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها، تأخذ من الأدوية ما يؤخر عنها الحمل في فترة المرض قبل وجود الحمل. أما إذا وجد الحمل فعليها أن تصبر وأن تستعين بالله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم.